فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتدبر في اسم الله الكبير وهذا الاسم ورد في القرآن مصحوبا باسمين آخرين من أسماء الله الحسنى هما العلي كما في سورة لقمان والمتعال كما في سورة الرعد ما الحكمة في اه اقتران اسم الله الكبير بهذين الاسمين على وجه الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد سؤال وجيه والاجابه عليه مضى في الحلقه الماضيه بيان ان كبير لو اخذت مأخذا لغويا صرفا سوف نجدها انها ممكن ان نتطرق اليها تتطرق اليها صفات الحوادث او المخلوقات لان قلنا كبير بمعنى المسن هذا معنى حسي وقلنا الكبير بمعنى المتضخم جسما او الاكبر جسما وايضا هذا معنى حسي فلما كان هذا الاسم قد يفهم منه بصوره او باخرى او قد يقود في دلالته أحيانا لغير المتنبه إلى المعنى الحسي فإنه حين ورد في القرآن الكريم ورد بالضابط بهذا الضابط العلي الكبير والكبير المتعال وتلاحظ الاثنين يفهم منهم العلو آه. فهو الكبير المتعالي علوا مطلقا بحيث يقطع أي شك في أن يكون هذا الكبير من مما يجري عليه المعنى الحسي برضو من من الصيغ الجميله اللي احنا بنستخدمها في بعض الاحيان في التسبيح والتكبيرات الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا ما فضل التسبيح بهذه العباره؟ طبعا هو في يعني التسبيح هو ذكر الله طبعا فذكر الله فيه ثم انه من الصيغ التي آه وردت بها بعض الاحاديث في وخاصه تكبير في تكبيره العيد, تكبيرات العيد او خاصه عند الامام الشافعي رضي الله عنه آه عند الامام مالك نحن يعني ال آه عنده التكبير في العيد هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله, ولله الحمد فنتوقف نعم وزيك المالكي يكبرون هكذا لكن عند الامام الشافعي آه نكمل باب هذه اه والحمد لله كثيرا ومنها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا وطبعا لم يكن مظهره مظهر الفاتح إنما كان كان أن رأسه الشريف على ناقته فسبحان الله مع أنه لو واحد غيره يعني ذا وفعل به ما فعله أهل مكة وأهله وأخرجوه وكذا وكذا ثم عاد منتصرا وهم في إشارة من أصبعه لو أراد أن يهلكهم لكن دخل وكان يقول آه لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. يعني لم يضف النصر الى الى هؤلاء هم الانبياء لو اي حد ثاني كان طبعا يعني دخل واضاف كلام كل السابقين واضاف كل الترتيبات دي لنفسه لكن هو صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب العزب. وحده سبحانه وتعالى يعني اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. يعني تجرد من كل العظمه اللي اللي هو دي يعني هي عظمه يعني هو السبب فيها. م. ويعني وتنطبق عليه لو اراد تماما لكنه تبرأ من الحول والطول واسنده الى الله سبحانه وتعالى. فهذا في ورد في يعني تكبيرات العيد عند الامام الشافعي رضي الله عنه. طبعا يعني هذا ذكر وهذا تسبيح وله ثواب في صعيد مصر يا مولانا بتنتشر عاده زي ما فضلتك عارف هي اطلاق اسم الكبير على عميد العائله ويا هنا تعني كبير في السن وكبير في القدر أو المقام وهو نفس المعنى اللفظي أو الظاهري المنطبق على ذات الله سبحانه وتعالى فما الفارق؟ الكبير في, في, في سواء كان في العيلة أو كبير في أي إذا وصف به العبد فالمعنى معنى آه ناقص جدا يعني هو آه الكبر هنا مش بمعنى طبعا السن الكبر معنى يعني السيادة و بمعنى السيطره هي في العبد ناقصه مم. واما ويعني حينما تطلق على الله سبحانه وتعالى فهي مقدسه مم. تطلق على العبد ما فيش تقديس مدنسه ممكن نقول لان أي... ايضا يعتريها مدنسه على... بمعنى نقص اه نعم مدنسه آه طبعا يعني هي مقابل مقدس مقدس آه طبعًا. يعني منزه عن النقص لكن مدنس معناها تعتريها النواقص مشوبة بصفات البشر مشوبة طبعا آه. ممكن يعني يجامل فيها ناس ممكن يكون فيها ظلم ممكن يكون فيها تحيز ممكن وهك يعني يتطرق إليها النقص من جميع الوجوه لكن إلا الكبير حين توصف به الذات العالية فهي فيها هو كمال فهو الكبير المطلق المنزه آه. عما عم يشين الكبير البشري البشري وفرق هو الاشتراك في اللفظ او في الاطلاق لكن في المعنى لا لا يكون ليس هناك اشتراك انما هو لان لضيق اللغه البشريه يعني اصبح يعني كان ممكن يكون في اسماء مع اسماء الله الحسنى بمعانيها بغير اسماء الثانيه لكن لان اللغه يعني وعشان كده ورد فيها المجاز ورد فيها طبعا مبحث كبير جدا يعني فلضيق اللغه قد يؤدى المعنيين بلفظ واحد ولكن مع التنبه احيانا يكون اه المعنيين ينطلق مثلا حينما تقول فلان مثلا زيد اعلم من خالد ولا مكه كما يقولون هذا أه ممكن هنا في اشتراك لكن في حد اعلى اعلم من الاخر لكن احيانا نفس الشيء ياتي ولا اشتراك في المعنى حينما يطلق اللفظ على ذاتين مختلفتين تمام الاختلاف ويكون الفرق بين المعنيين هو عين الفرق بين الموصوفين المسميين آه. نعم. ايضا يا مولانا البعض ممكن يخلط بين اسم الله تعالى الكبير واسمه عز وجل العظيم الكبير والعظيم نعم ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق الدقيق لان الـ العظيم يعني تدل على عظمه مطلقه يعني يوصف بها الكبير ويوصف بها كذا يعني العظمه المطلقه لكن الكبير محدوده المعنى يعني في مقابل كذا في مقابل كذا لكن عظيم يعني معناها انه هو العظمه التي لا نهايه لها ربما لهذا نختم بها قراءه القران صدق نعم الله العظيم اه نعم لان العظيم معناها لما تلا القران وان القران مشتمل على معاني لا نهايه لها من العظمه آه فكانه يقول هذا الذي تلوته عليكم لا يجيء به الا عظيم فصدق الله العظيم صدق الله الذي يعني تلاوت عليكم من كلامه فهو عظيم لأن كلامه كان عظيم نأتي لسؤال الأهم في حياتنا العملية كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنى الكبير في حياتنا العملية أنه على الإنسان أن يتشبه أو أن يتخلق بأخلاق الله قدر ما تضيقه طبيعته البشرية يعني يأخذ من أخلاق الله الأسم ويطبق على نفسه ما يستطيع أو, أو ما يستطيع تخلق بأخلاق الله سبحانه بأخلاق وتعالى. الله سبحانه وتعالى فأخذنا مثلا اسم الكبير ولذلك كل اسم من هذه الأسماء وهو يعني يعرض في الدراسة في العلماء بعد كل أو في آخر كل اسم من هذه الأسماء بعد الشرح والتوضيح معنى اللغوي المعاني المختارة إلى آخره يكون هناك بحث بعنوان حظ العبد يعني طب العبد ايه يعني يعني نصيب العبد من نصيب هذا ايه من الاسم ده طبعا كل أنصبة العباد على قدر طاقتهم البشرية فكل اسم ليه لأنه ليه كما يقولون تجلي ومبسوس في الكون م. وله يعني إيحاءات له إشارات فالزكي اللي هو يعني يتحقق أو يعني يطبق على نفسه قدر ما يستطيع من جمال أو جلال هذا الاسم أو ذاك فإذا حين مثلا اسم الكبير يحاول أن يفهم ماذا يعني لو ترجمنا اسم الكبير ذا كيف أكون كبيرا كيف أكون كبيرا قالوا أن يكون كاملا في عقله وفي علمه وفي تعليمه للناس هذا هو الكبير لأنه طبعاً هنا كأنه أستاذ وكأنه سيد طبعاً لكن بعد مش أستاذ كمان من يجينا من يعمل نفسه أستاذ لا بعد أن يكتمل عقلاً وعلماً ثم يكون أستاذاً بعد ذلك فهذا هو الـ الـ الكبير ولذلك يعني في, في دائماً يختمون هذا المبحث بكلمة للسيدنا عيسى عليه السلام سيد المسيح قال فيها من علم وعمل وعلم يعني من علم وعمل بما علم ثم علم الاخرين فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء هذا هو العظيم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين استفدنا كثيرا من هذا الحديث المثمر والملهم حول اسم الله تعالى الكبير واحبائنا الكرام الى ان نلتقي مجددا مع الامام الطيب نترككم في رعايه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته